الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال النائب أحمد حمى رشيد إن الحكومة الحالية في العراق غير قادرة على إقرار موازنة هذا العام لأنها لا تمتلك الصلاحيات الكافية لتشريع القوانين. وأضاف رشيد أن حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ ما يقارب 8 أشهر حالت دون إقرار مشروع الموازنة لأن الحكومة لا تملك الصلاحيات لذلك، أنها حكومة تصريف أعمال فقط لا غير بحسب قرار المحكمة الاتحادية. من جهتها اعتبرت العضوة السابقة في اللجنة الاقتصادية النيابية نجيب قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الأعمال بأنه قيد فرص إقرار الموازنة. اتهم مختصون بالشأن الاقتصادي الحكومة الحالية بالفشل في إيجاد حلول ناجعة لأزمة السكن الخانقة في العراق. وأوضح المختصون أن مبادرة توزيع الأراضي على المواطنين لا تتعدى كونها حبر على ورق، وتندرج ضمن ما يسمى بالورقة البيضاء التي أسهمت في زيادة الفقر عبر إجراءات سميت بالإصلاحية. وتابع المختصون أن القروض التي أطلقت من المصارف الحكومية بهدف شراء الوحدات السكنية أرهقت كاهل المواطنين بالفوائد الكبيرة والإجراءات البيروقراطية، ولم تحقق أي تسهيلات تذكر أمام المواطنين في حل أزمة السكن. أكدت مديرية زراعة كربلاء أن الفلاحين يشكون الإهمال الحكومي في تسويق التمور في ظل استمرار غياب دعم وزارة الزراعة. وأوضحت المديرية أن الفلاحين يطالبون بدعم وزارة الزراعة لتبني عملية التسويق كمحاصيل أخرى كالحنطة مثلا، مضيفة أن الإنتاج السنوي من أنواع التمور بدأ بالنقصان، وأن كمية إنتاج التمور في كربلاء لوحدها تصل إلى 165 ألف طن سنويا، لافتة إلى استمرار عمليات التعدي على بساتين المحافظة دون حلول حكومية جذرية. في هذه الأثناء ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار الأمريكي على حساب المبيعات النقدية بنسبة وصلت إلى أكثر من 89% مع ختام جلسات البنك المركزي في العراق الأسبوع الحالي. محللون ماليون قالوا إن نسبة 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت أكثر من 216 مليون دولار، بينما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 23,950,000 دولار أمريكي. انخفضت أسعار النفط الجمعة متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة الخميس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4% لتسجل 119 دولارا و34 سنتا للبرميل الواحد، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 117 دولارا وسنتين اثنين للبرميل الواحد. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.